دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، واللي منها اقترن القمر في اول ظاهره فلكيه خلال 2023 في تدريب مفتوح لمنتخب اليد قبل السفر للمشاركه في بطوله العالم. النهارده كمان هيكون في 4 مباريات في اطار الجوله 11 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيكون في أول ظاهرة فلكية بتحدث في العام الجديد 2023، وهي اقتران القمر مع الحشد النجمي الثريا، وهتستمر الظاهرة لحد غروب القمر بعد الساعة 3:30 صباحاً تقريباً من فجر بكرة 3 يناير. النهاردة المنتخب الوطني لكرة اليد هيأدي تدريبه الأخير في القاهرة قبل السفر للمشاركة في دورة فرنسا الدولية الودية، ومنها مباشرة إلى السويد للمشاركة في بطولة العالم 28 لكرة اليد للرجال، واللي هتقام في بولندا والسويد خلال الفترة من 11 لحد 29 يناير الجاري.